الله الله الله، ممكن ذكريات، حركنا ذكريات الليلة مع طبعا هذا الصوت الرائع، معلومة بنت الميداح. معلومة ليست فقط فنانة بل أيضا سياسية، مدافعة عن البيئة وحقوق الإنسان، وكل هذا يضفي على عملها عمقا حقيقيا. الفن عند معلومة ليست غاية بل طريقة عيش. صوت معلومة من أجمل أصوات البلوز العربية، وطريقة غنائها مزيج ما بين الغناء التقليدي الموريتاني والبلوز الأمريكي. الليلة معنا على موجة إذاعة تطاوين في سهر الليالي. معلومة، مساء النور. مساء النور، مرحبا. أهلا وسهلا، شو أحوالك؟ اتشرفنا ما شاء الله، الحمد لله. الحمد لله، سعيد جدا طبعا الليلة بمصافحتك حتى نسترجع مع بعض ذكريات، ذكريات يعني ذكريات تونس وذكريات النجاحات الكبيرة. المعلومة بنت الميداح اللي هي تنحدر طبعا من عائلة فنية، طبعا نعرف أن الوالد كان فنان كبير، وأنت وصلت المشوار يعني مشوار الحداثة اللي امتد على سنوات، أعطيتي فيهم يعني مجموعة كبيرة من الأغاني، وهو عطاء بلا حدود. حبك الجمهور التونسي معلومة، خاصة على ركح قرطاج. يعني أنا علاش نتذكر ونسترجع في الذكريات، يعني معلومة ونجاحاتك الكبرى. الله يخليك، مرحبا. احنا والله اشتقنا لتونس الخضراء، ما يجملها وما احلاها تقول انتوما. تونس يعني فهي ذكرى لكل الفنانين اللي عانقوا قرطاج، واللي يعني عرفوا مسيرة تونس الحافلة بالمجد واعتناق الثقافات هناك في هذا البلد الكريم المضياف. ويعني أنا من الفنانين اللي كان لهم الحظ أنهم غنوا في مسرح قرطاج، ومع قلة مجيئي إلى تونس، ولكنني يعني الحمد لله أحبها كثير ومعجبة فيها ومثل اللي عايشة فيها وأنا هنا. يعيشك، الله يخليك يا معلومة. هي رأي محبة متبادلة بين معلومة وأيضا الجمهور اللي كان حاضر. نعرف أن ليلى ممكن حركنا هيك الأوجاع والأحاسيس لبعض الناس، طبعا خاصة أنا تعمدت أني بديت بأغنية حبيبي حبيته، والله أغنية عالمية يعني. لكن شنو هو قصتها الأغنية هذه معلومة؟ لأني أنا زادة ونتصفح أيضا على شبكات الإنترنت، فنانة مغربية تنسبها إلى المغرب. يعني هي الأغنية، أنا متأكد والمعلومة اللي عندي صحيحة إنك أنت كتبتي كلمات الأغنية، صحيح ولا لا؟ هو هي حبيبي حبيته اصلا في شاعر كان ولدنا ولد الدار ولا ساكن معانا اسمه محمد البمين، وانا جبت له الفكره وكتبت له حبيبي حبيته عند منين لقيته، لموني خالاتي ومو اصحاباتي فيه منين بقيت وقلت لهم حبيت، والباقي كتبه هو. والكلمات يعني كلماته، هو شاعر اسمه محمد الممي، وانا صاحبة لحن، انا اللي عدلت التلحين وعدلت هاي الموسيقى اللي انت شايف وترتبناها بهاي الحاله، وعزف الجوق التونسي عزف مضبوط جدا، وكانت مثلا يعني لها صدى على المستوى العالم العربي طبعا عن طريق تونس، كانت تونس هي البوابه الاولى اللي انطلقنا منها هنا. فيعني حبيبي حبيته من الغريب كون هذه الفنانه انا شفتها كتبت وصرحت في لقاء مع اظن برنامج في ام بي سي كلام نواع ان هذه الاغنيه من التراث المغربي، وهي ليس لها اي صله بالتراث المغربي لانها من الحاني انا وكلماتي انا والشاعر البريطاني، ولم تكن قاع من التراث البريطاني التقليدي. ما أعطائي لكل ذي حق حقه، يعني ضروري جدا التوضيح. صحيح معلومة، صحيح. وسجلت بأول ألبوم عندي ديزرتو في دن اللي كان في التسعينات، فاهم؟ وذيك الساعة أظن أن الفنان هذه ما فاتت قاع خلقت. والله شوف شوف، ولكن والله انت تو فتحتي شهيه الغناء، يعني انا معاك ومع كلامك، الله وخاصه يخليك الله اني يخليك. عندي مده ممكن ما سمعتش اخبارك حتى الليله نتسلطن بصوتك. شو رايك نغنوا لايف، نبدو بهذا اللقاء لايف معاك؟ شو تقترحي من عندك؟ طبعا اي شرفني الليله شوف، هو مع معلومه. انا دعيت عرفات اخويا ليلى يكون معايا شوي على البيانو، اي تحياتنا ليه، وممكن نشوفه معاكم، مع ان ما نعرف هل الصوت راح يطلع ان شاء الله مضبوط. ممتاز ممتاز اكيد بما انه بوجودك. لا نشوف، لك نبدا لك بأغنية عندي هون اسمها اذكري ذكريات، نقولوا لك نعم يلا.
بسم الله. كيف كان قلبك طفلا ضحك الوجه يزرع الأحلام يسكب الكون في عيوني عبيرا سحر الهمس يوقف أياما أذكري كم نذرنا مع الليالي هوانا يشرب الليل عطرنا انغاما اذكري وسمعنا الطيور في الجو تشدو بلقانا تبشر الأنسام. والله شكرا لك انت وطبعا للبيانيست الليلة اللي معك يعطيه الصحة فتحية كبيرة لي هو أكيد. الله يخليك الله يخليك إن شاء الله عربات راح يسلم عليك مجد. شكرا تحياتنا لكم يعيشك. معلومه اللي يسالوا على اخبارك وين هالغيبه هذه الطويله يعني مش غيبه قصيره يعني على امتداد سنوات نعرف ان من وقت اللي جيت اخر مره لتونس ممكن تغيرت برشا حاجات تغيرت ايضا ممكن حتى الحياه الفنيه ايضا تتغير للفنان وخليتي انت زاد منحه زاد سياسي نوعا ما دفعت يعني على البيئه نتذكر حقوق الانسان وغيرها زاد هذا من حقك من حقك يعني بما انك انت انا نشوفك كما ذكر احد الفنانين الموريتانيين انه معلومه بنت المداح هذه المراه القويه يعني صحيح فنانه عندها احساس عالي جدا فنانه ابدعت باداء الاغاني اللي قدمتيها وخاصه على المسرح ما شاء الله انا وقت اللي شوفك متسلطنه يعني هناك ابداع كبير. مجال السياسه تقريبا نوعيه اخرى فن وسياسه معلومه كيف هذا؟ شكرا. يعني هو كل ناس لهم يعني لهم ظروف وحياة ونمط من 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 الأشياء. نحن هنا في موريتانيا شعرت مبكر في حياتي أننا نحتاج لنضال كبير حتى تصل الأشياء كلها يعني في مكان واحد للتقدم
ازدهار لكل شيء. احنا يعني لازم الثقافه مع الاقتصاد مع كل شيء لازم الكل يمشي في مكان واحد. ونحن كنا بالامس القريب اسر فنيه توارثت الموسيقى عن اجداد وباباتها، يعني ما زالت فينا لكاست يقولوا لها مثلا الناس كل احراطين والمعلمين والليزارتيس اللي ما يجاون يقولوا لهم وكل شريحه اجتماعيه تدافع عن حقها حتى تصل هي تكون لها مكان في البناء في صنع هذه الدوله الحديثه. يعني في موريتانيا ظروف تتميز عن ظروف الاخوان والجيران الاخرين، وفينا يعني نحن كرافور من الشعوب اللي مشكله يعني فيهم الكوكتيل، يعني ناس افارقه 100%، واحدين بربر واحدين عرب وواحد يعني حتى الافارقه فيهم ثلاث طوائف، يعني هناك اشكال يعني متلونه. ومن الصعب ان الواحد يكون لازم يرفض قضيته، يعني يدافع عنه ويتكلم عنه ويكون موجود بالساحه ويكون له وجود حتى يكون له. نعم. يعني انا من ما زلت صغيره وانا اشعر انه لازم نحن نكافح وندافع عن هذه الاقليات وعن هذه الاشياء اللي موجوده الطبقيه وهذا، حتى تكون مثلا هنالك نوع من المساواه فيما بين هذا الشعب. نعم، هو سياسة راهي بحر يعني يا معلومة، يعني هناك ناس مختصين خاصة في هذا المجال خاصة السياسة، وأنا أشيد يعني بزميلتي سعاد اللي هي طبعا مختصة طبعا في البرامج السياسية على موجة إذاعة تطوين، هي ممكن تفقه وتفهم ممكن أكثر مني في الوضعية هذه تحديدا. أنا علاش أنا دخلت الفن والسياسة؟ بما أنك أنت يعني كنت عضو في مجلس الشيوخ في موريتانيا ولا لا؟ صحيح. على هذا يا، وبعدها أيضا نذكر الرئيس السابق وبعدها تو فما الرئيس هذا الجديد، الحمد لله أن الأمور جيدة يعني والعلاقة ممتازة مع الرئيس الجديد بحكم أنك أنت في فترة ما كان ممنوع أنك تسافري، صحيح ولا لا معلومة؟ صحيح، أنا من فترة قصيفة وأنا خط الجواز متاعي، ولكن مع الرئيس السابق يعني هو حط علي حصار منع سفر جوازي منع السفر حتى وإقامة جبرية في البيت دار بقيت ما نأخذ موريتانيا مدة سنتين زايدات وثلاث سنوات والباسبور مدة 4 سنوات، يعني في هذه الأشياء كانت صعبة جدا. ويعني الحمد لله تغير الحكم وأتى الحمد لله حكم جديد ورجعت الناس تراجع مثلا ترجع لها بعض حقوقها، وأنا الحمد لله بدأت يوم جديد أيضا أمارس حياتي الطبيعية كفنانة لها هيئة ثقافية ولها يعني تقدر تعود يعني مشروع كبير على المستوى الموسيقي الموريتاني وعلى المستوى السياسي ربما، واللي يعني نحن هنا يعني ما دمنا ما دامت الحياة موجودة يترمي اللسان دائما له طموح وله يعني مشاريع. نعم، هذا هو مطلوب وضروري جدا أن يكون طموح موجود، يعني تخلي الواحد يسرح بأفكاره مع هذه الموسيقى ومع هذا الصوت. الله يسلمك، الله يبارك فيك. والله أنا صدقا يعني نحب صوتك يعني للأمانة. أنا ملي معجب فيك والله، أحب صوتك زاد واحد برامجك. يعيشك. ما شاء الله عليك، الحمد لله من الإعلاميين المميزين في الوطن العربي. ينورك يا لله. اللي هم يعني لهم حضور ولهم يعني إحساس ومشاعر تجعل الفنان هو بنفسه يخليه يعطي مكان لا يريد أن يعطيه. الله الله الله، والله هذا كأنه شعرنا الليلة كلامك. يعطيك الصحة. الله يخليك حبيبي. شكرا. يعني جبت العالم ما شاء الله، زرت عديد الدول، كل دولة فيها رجع صدى رائع، عندك فيها جمهورك، عندك فيها ناسك. لهنا تحدثت منذ قليل أن عندك مشروع، العودة بمشروع، كأنه هذا المشروع كبير جدا. يعني أنا عندي هنا في أول بدايتي الموسيقية اللي كانت تعرف هذا النوع من الموسيقى أول مرة يدخل في الوطن هنا والفنان يغني للمشاكل الشعب وللحب وللحياة وللمشاكل الاجتماعية وللقضايا الكبرى والقضايا الوطنية، يعني كان الموسيقى الموريتانية تغني دائما مدح القبائل والأشخاص والأشياء لأنه تراث
التراث هكا، من كان التراث. وطبعا مدح الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا، وأنا قاعد من الناس اللي يعني غنى حتى المدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشرفني ذلك يعني، والابتهالات الدينية. ولكن النمط اللي غنيت أنا كان جديد على المجتمع، حتى أني كتبت الكلمات اللي يعني كنت يعني أكتب الكلام من أجل إرواء اللحن، لا أبالي بالقاعدة الشعرية اللي أصلا كانت موجودة. ولذا كثير من الأغاني اللي كتبت يعني الناس تستغرب منهم لأنهم موزنين، ولكن ليس لا ينتموا لأي أي 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 مجموعة من البت أو البحور الشعرية الشعبية. فيعني والله مخاطرة ومراهنة يعني، ما شاء الله. كان لي اغاني عندي يعني كلمات حتى الان يعني ما في البلد هون الشعراء ما يعرفوا يستفعلوا مثل ما هم قابلين للتفعيله، فهم لانهم مش من ما يخضعوا للعروض اللي كان موجود، ولا يخضعوا لوزن العروض، ولا وزن الشعر الشعبي، ولا البحور الشعري، فهم. والله لأن أصلا أنا يعني بدأت يعني عندي نوع من التصور للأغاني أو الموسيقى الموريتانية بشكلها الحديث، يعني أتصورها أحيانا على آلة يعني غريبة، وأتصورها أحيانا على إيقاع فقط، وأتصورها أحيانا على يعني ربما تكون يعني أشياء مش معروفة. ولهذا السبب يعني الأغاني اللي عندي، وهذا الحلم في تطور الموسيقى الموريتانية أو جعلها يعني تعانق العالم، فهذا يعني جعل عندي يعني كثير من العراقيل في المشوار الفني. من العراقيل اللي اعترضت طريقك مثلا. طبعا هو العراقيل اللي جعلتني مثلا دائما محافظة على وسائل الإعلام الموريتانية، لا تخرجني التلفزيون ولا الإذاعة مدة كثيرة من الزمن، والسفارة تخافني، والحكومة تخافني، والحكومات الجيران يخافوني، والدنيا كلها خايفة مني، وكلها عليها الصليب. يعني حتى ولو أني كنت يعني ما أتذكر أن الأمم المتحدة قرروا عنهم يعطوني سفيرة الأمم المتحدة في موريتانيا، وقدموها للدولة ورفضتها الدولة الموريتانية، رفضوها بحجة أني واقف بمعارضة. ويعني فيه أشياء كثيرة امتنعت لي لأجل أني في المعارضة، ويعني سكرت علي الحياة من جميع الجهات. وحتى أني تونس اللي كانت هي أول انطلاقة أنه بطلوا يدعوني، ما تاو يدعوني ولا تلاو يجيبوني، وعادوا أغاني يجيبوا لهم فنانات أخرات ويطلبوهم يغنوهم لهم وانا موجوده يعني. واصبحت بدل انسانه يعني مقيد قيد غريب في حتى اني يعني لا برودكسيون اللي عملت في الخارج، يعني الغرب يتعاملوا معايا اكثر من العرب. وكنت مثلا اسيح دائما، في دائما كنت ظهره كله، لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في شيء من العالم الاخر، ولكن وسائل الاعلام العربيه والموريتانيه والدنيا كامله يعني معاملين لي حكاية غريبة. المهم سبحان الله، الحمد لله. لكن الحمد لله كنت صبورة وكنت طموحة جدا يعني. هل الإصرار اللي عندك وهالقوة الرهيبة اللي عندك هي اللي خليتك انك موجودة في قلوب الناس وموجودة ايضا في الساحة الفنية، بالرغم انك غبتي عنا لكن موجودة يعني فعلا. فمعلومة ترجعنا الفترة هذه الجاية ان شاء الله، ترجعينا بالانتاجات، هذا اللي نتمنوه، لانه فعلا الجمهور متعطش يعني لفنك. هو بصراحة الواحد يعود عنده عمر مات لي يعود مستعد مثل ما كان. اي لكن فما حاجة انا سمعت حاجة انك انت متفرغة الفترة الجاية لإعادة بعض الأغاني والتسجيلات والكل، هل هو صحيح؟ طبعا طبعا، هذا هو اللي انا اريد ان اكون ادون الموسيقى، يعني اعمل فيه اشياء، اعمل احلى يعني الحن احلام ما زلت اريد ان اقدمها، ربما بصوتي ولكن بعيدة عن فيزيك، ما احبها تكون يعني نوزع
أو نعمل مع شركة إنتاج ممكن نسجل أنا ونعطيهم يتعاملوا معي، ولكن مش إني أنا نكون يعني ماشية في الجولات وهي الحكاية، فاهم؟ اها طبعا. أحب هو انت يعني صاحبة القرار طبعا. اها أمارس الموسيقى. أنا شخصيا لا أحب لما يكون الفنان يتقدم في العمر ويكون دائما ماشي ومسافر، وهذا الناس اللي أحب فقط أعمالي ولكن أوزعها وأنا في مكاني، فهمت؟ فهمتك، لكن اللي يسمع صوتك تسمع يعني ما مني زلتي شابة يا معلومة. يعني. الحمد لله الحمد لله، ما زال ربما فترة شوي الحمد لله، الواحد ما ترى مستعد هو نفسيا الله يعني. يديم الصحة. الله يخليك. الحمد لله. بيه شنو رايك خلينا نرجع لايف، خذيني الى موريتانيا، نحبك نحلم نغمض عيوني واسرح كاني في موريتانيا بصوتك الليله. شنو رايك؟ ايوه عرفت، اعطيني نشوف مليح الحلقه دي. اها وتنسيقات على الهواء مباشره ليله في سهر الليالي. ايوه نحن معانا بيانيست عرفات، عرفات شكرا ليه. عرفات خويا شقيقي هو، نعم الحمد شكرا. لله. في حياء ودلال وقفر، جئت والآداب غطت حوارا يسبي الحوار، يا مليح قد مهلا إنما الناس بشر، يا مليح قد مهلا إنما الناس بشر. يا مليح القد إني متعب إليك عني، يا مليح القد إني متعب إليك عني، أتناقص الخطر يا مليح قد مهلا إنما الناس بشر، يا مليح قد مهلا إنما الناس بشر. إنما الناس بشر.
عيني، الله الله، والله يعطيكم الصحة. معلومة طبعا، والعازف الرائع هكا نحسه متمكن جدا يعني. والله ما شاء الله، والله ومحترم يعطيكم، ما شاء الله. ايه طبعا طبعا، ان شاء الله هو اذا رجعتي لتونس ان شاء الله يجي معاك، جو الاثنين الى تونس. هو اخويا دائما، انا هو في بلد واحد، الحمد لله الحمد لله، يعطيكم الله الصحة. يخليك الله يبارك فيك. معلومة، يعني لماذا هذا الاختيار؟ يعني منذ قليل تحدثتي يعني عن مجموعة الأغاني وهذا النمط الغنائي المختلف، يعني هو تكملة ومتابعة لمشوار الحداثة هذا. أوكي جميل، لكن علاش هذا الاختيار بالذات؟ علاش مشيتيش اللون آخر، غنائي آخر، يعني ممكن يكون أكثر، ممكن إيقاعي كذا، حبذتي هذا اللون؟ شوف، انا اصلا من الناس اللي يحب الموسيقى الهادئه، ماني من ولو ان حبيبي حبيت صاحبه، ولكنني انا لا احب كثير الموسيقى الصاخبه، ما احبها كلها. احب اصلا الموسيقى الهادئه، واسمع كثير سيمفونيات واسمع الموسيقى الهادئه، فهمت؟ وهذا يجعلني نختار دائما الاغاني الهادئه اذا كنت في مقابله. جميل. أنا مرة من المرات كنت أشاهد التلفزيون ونشوف يعني في معلومة بنت المداحية في قناة فرنسية يعني لكن ناطقة بالعربية، ونشوف في معلومة وهذا اللقاء اللي كان مباشر، يعني نشوف في أين وصلت معلومة، يعني نجاحك وصل للعالم الكل. أنت تحدثي على أمريكا، نتحدث على فرنسا، نتحدث على تونس، نتحدث على عديد الدول اللي زرتيها وكان الانطباع جيد، لكن دائما نلفوا نلفوا ونرجعوا لنفس النقطة الأولى. يعني أحيانا ممكن أنت ما تحبيش، لكن جواز سفرك في المجال الفني هي أغنية حبيبي حبيته، فعلا ولا لا؟ حبيبي حبيبي، أنا أول مرة، أول خروج نعمله في حياتي خارج الوطن هو إلى تونس، وأول أغنية أقدمها على المسارح العظمى مثل قرطاج هي أغنية حبيبي حبيته. ولذا انا يعني كنت، والله انا اؤدي حبيبي حبيته، احس بالارتباك اكثر من 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 سلطنة به، فاهم؟ لانه انا كنت يعني اول مره اشاهد جمهور بهذا الحجم، ويعني اوركسترا كبير ضخم بهذا الحجم. يعني انا يعني اصلا لحنت هذه على درامز وجيتار واحده، وجيتار سولو ودرامز وكيبار وجيتار بيس، هذه هم الالات اصلا اللي عزفتهم حبيبي حبيته. فاذا بي انا امام ما شاء الله 70 واحد عازف، يعني اوركستر كبير، ويعني هذا الواحد يعني جاي اول مره يغني، فهذا لازم 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 في هناك يخلق نوع من الارتباك ولا من عدم التركيز أحيانا. جيد، تحية هذه توصلك من بيروت، من علي من بيروت يسمع فينا حاليا. تحية للفنانة الكبيرة معلومة بنت الميداح. الله يخليك، أين الله يخليك. أنت؟ أحب أين بيروت. هل زرتي بيروت؟ أنا بيروت. أها. لا أنت عارف إنه أني حظيت بشيء قليل من الفنانين اللي ألقى هذا الحظ، من الست فيروز اتصلت بي، فيروز شخصيا نعم اتصلت فيا، وهذا يعرفه زاهي وهبي ويعرفوه الفنانين اللي كانوا هناك، وقالت لي صباح يرحمها، انت عارفه اول مره فيروس تتصل فنان بك انت، واتصلت فيا يا اخي وقالت لي، انا قالت لي اقول لك انك فنانه، قالت لي ناجحه وصادقه، ومهما قالت لي وصلتي، ومهما وصلوا لك المنتجين وهذا، ما تتعامليش معهم، خليك بحالك وبزيك وبذوبك، ما تخدم هذه مع هذا الكلام فيروز. والله اي سنه لما هذا؟ تكلمت لي اي سنه تقريبا؟ هذا دائما سنه 2000 2000 2001 2001 سنه تقريبا. 2001 عندما كنت مدعوه الى خليك بالبيت مع زاهي وهبي. اها الشاعر. وعند منين تكلمت معي فيروز؟ انت عارف خاضتني تحمى ثلاث ليالي وانا أما جميل من شدة من شدة حب هذا، يعني حلم لما تصوره في حياتي ممكن فيروس تكلمني يعني. وانا كنت وانا صغيرة عندنا مسجلة صغيرة، ونمشي مع الاولاد الى البساتين في الخلاء يعني في السحاب،
ونجيبوا هذا ونجانسوا ذيك الساعه اغاني فيروز تك تك يا ام سليمان، ولا اغاني واماره يا اماره تطلعي شجره، ولا اغاني مع الطبيعه ومع ومع الطيور ومع هذا الشكل، وعند سيمفونيات الموزار. هذا كان استاذ عندنا نازل عندنا في البيت، جابهم لوالدتي وبقيت انا يعني تايحه فيهم وانا صغيره، يعني شيء غريب وعجيب. وفاذا بي انا في بيروت وفيروز تتصل شخصيا، هذا كان مثلا بالنسبه لي قضيه غريبه وعجيبه. شهاده كبيره يعني من فنان. شهاده كبيره من فيروز. صحيح صحيح. وفي الليل دعتنا 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 صباح الله يرحمه، وجيناها في الليل، ما زالت زاهي وفي بلاد وانا معايا زاهي وربيه معاها، وقالت لي انت عارفه اول مره قالت لي تتصل على معنى ست فيروز اتصلت بفنان. جميل، لقطة حلوة حلوة ورائعة وتبقى تاريخية اللقطة هذه. صحيح صحيح. جيد، وهذا يزادك إصرار، يعني أنا حسيتك ثابتة في خطواتك الكل رغم أنك غائبة شوية هالسنوات. خلينا نعاتبوك شوية، راهو العتاب حلو. هو أنا في الحقيقة يا أخي والله 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 أنا أحب، أنا لدي يعني ش نوع من الإحساس والمشاعر، لا أريد منهم الشهرة ولا أريد منهم أن يكون مثلا أحد يتكلم عني كذا ولا الحمد لله. مثلا أنا كنت مولي أصلا في مصر، كنت أحب مصر، ولكن أظن أن وما زلت أحبها لأن مصر يعني عظيمة، مصر حكاية كبيرة طبعا. وعندما أتينا إلى مصر هناك يعني كنت تفاجئت أني أنا كنت عندي حلم أني أشوف عبد الحليم حافظ يرحمه، ولكن عبد الحليم حافظ لما جيت مصر ذات هو ذيك الساعة رحمه، وتميت لين فاجئونا في الليل دعونا. نحن كنا في حفله معدله الاهرام، وكان هنالك يعني صحفي كبير قال له عبد المنعم سعد اظن، وهو ذيك الساعه كان الصحفي هذا عنده مجله اسمها الموعد، يعني والله الناس ماني ضابطه سينما والناس، وهذا 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 الاعلام يعني وقف هو ممثل كبير اسمه سعيد عبد الغني جايبين لي الورد فهم. وبعدين قالوا ان طلبت فندق رمسيس، انا ما زالت مع اختي الله يرحمهم النينه، وطلبتنا فندق رمسيس عندنا نعدحوا لها حفلات، وعدنا لازم ناخذوا اذن من نقابه الفنانين. والمفاجاه نقابه الفنانين عليها هذيك الساعه احمد فؤاد حسن. احمد فؤاد حسن انا احبه لان عبد الحليم حافظ يقولوا احمد فؤاد حسن والحكايه ذاكر. ومن الغريب كوني جيت هنا نحذى على الاذن للغناء في رمسيس، من جيت من علي هو الاذن اللي هو احمد فؤاد الحسن، وانا جاي اطلع فيه قلت له انت احمد فؤاد حسن؟ قال لي انت مين؟ انت حضرتك مين؟ قلت له انا من موريتانيا. ايه وبدك ايه موريتانيا؟ شي ايه موريتانيا؟ بريطانيا؟ قلت له لا من موريتانيا. قال لي تعرف عارف حبة تظل المصريين. قال لي وبدك ايه؟ قلت له عامل حبة نعمل اذن لغناء. ايه غناء ايه؟ هو انت بتغني؟ قلت له قلت له ايه تغني؟ قال لي تغني فيه ومين وموريتانيا ايه؟ قلت له شنو؟ قال لي اطلع احنا ما عندنا. قال لي ما عندنا. قال لي مش فاهم عليك، وخرجني برا. وانا تخمم اني احب لا اسمه هو، وبكيت قلت لا اله الا الله، انصدمت في اكبر من انا احبه لانه من فرقه عبد الحليم حافظ. ولكن للاسف يعني انا اعذرهم لان يعني البلد مش معروفه هناك، وانا صغيره ساعتها ملي، ومصر عظيمه يعني مش معقول واحد زي انا جيت كر على باب احمد فؤاد حسن. اي لكن اي شفت الذكريات هذه الحاجات اللي تقوي الفنانه مع الوقت يتقوى. ولكن 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 هو ذا كله يعني انا شوف انا الحمد لله مصيبه نفهم الاشياء منين كلهم لحد نفهمهم، واقارن فيما بين الواقع وبين نشوف الناس لما يقول لي واحد يعكسني نشوف نفسي بعيونه هو فاهم طبعا، واحاول ان ارى نفسي بعيون ذاك الشخص وفكره حتى نكون فهمت. نعم. هو احسن واحد يبقى في الحياه دائما يدرك ان الاخرين لديهم يعني مشاعر ربما تخالفه وذوق يخالفك يعني، فالمسامح دائما.
طبعا جميل والله، الوقت مر معاك بسرعة يا معلومة. هذا لقاء الله أول، يخليك. هذا لقاء أول. الله يخليك. الله يبارك فيك، كم وانت حلو يعني الكلام اللقاء معك، معك يا حلو والله. والله يعطيك الصحة، وأنا سعيد جدا أن الليلة تجمعنا إذاعة تطاوينا مع بعضنا. والله الله يخليك، يحبوك من وراه على خلالكم وسلم على كل فرد تونسي، وعلى الشعب التونسي كله، وعلى الشعب اللبناني، وعلى جميع الشعوب العربية والشعوب الإفريقية. ونتمنى إن شاء الله أن هذه السنة تكون سنة سلام وسنة عافية، وأن تختفي الحروب ويختفي أمين كورونا، أمين. وإن شاء الله ترجع بلدنا إن شاء الله بأحسن من كانت، وإن شاء الله تتحرر فلسطين، أمين وإن شاء الله تصلح الحكاية، كل شيء يصلح، يا رب، يصلح يصلح الأحوال اللي الكل كان يا رب، خاسر، إن شاء الله يصلح اللي كان خاسر إن شاء الله يا تعالى. رب. مرحبا بك يا اخوي. معلومة يا نعم طيبة، خلينا كلمة الإذاعة التطاوين من عندك، كلمة. يا اخي، انا احب اذاعه تطاوين، انا اقول لها يا اذاعه تطاوين انا اعشقك. المعلومه بنت الميداح، انا من المتيمين باذاعه تطاوين. شكرا. الله الله، لا 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 لا، قوية هذه من عندك، دمتي رائعة. الله يخليك. تحية طبعا لعائلتك، تحية للناس اللي وقفت إلى جانبك طيلة هذا المشوار الفني، الناس اللي آمنت بمعلومة بنت الميداح، تحية طبعا للمايسترو اللي جنبك، تحية طبعا للناس اللي حبوك، لجمهورك، الله يخليك، القاعدة الله يخليك، الجماهيرية الكبيرة، شكرا، الله ودمتي يخليك، رائعة يا معلومة، شكرا لك، الله نورتيني يخليك يا الليلة، اخوي، الله يعطيك يخليك، الصحة، بارك الله شكرا، فيك، أهلا وسهلا بك، شكرا، تحية لك.